مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نكرر الترحيب بكم معنا في برنامجكم اليومي مع الصائمين إلى أولى فقرات حلقة هذا اليوم. معنا أحد الأخوان، تعرف عليك. علي ناصر عسيري. حياك الله أخوي علي. الله يسلمك إن شاء الله. نبارك لك بشهر رمضان المبارك. الله يبارك فيك إن شاء الله في حياتك. أخوي علي، نبي منك كلمة توجهها لأخواننا الصائمين توصيهم بها. نوصيهم بتقوى الله وكثر الاستغفار وكثر قراءة القرآن، والله يتقبل من الجميع. آمين. أخوي علي، ظواهر تنتشر رمضان وترى أنها ظاهرة سيئة. والله متابعة المسلسلات وكثرة الانشغال خاصة النساء في المطبخ والسوالف والتجمعات اللي ما لها يعني لزوم في غير ذكر الله. نصيحتك للمدخنين؟ إنهم يشتغلونها فرصة، والله فرصة جيدة. نقل عن تدخين. نعم، إنه يحاول وإن شاء الله إن الله يعينه. والشباب اللي الآن في إجازة، إيش تقول لهم؟ نقول اتقوا الله. ويستغلون أوقاتهم يستغلون فيما يفيدهم ويتقوا الله. كلمة أخيرة. جزاكم الله خير، والله يعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا لك أخوي علي، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا منكم صيام القيام وصالح الأعمال. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لك. الله يحفظك إن شاء الله يا رب. معنا أحد الأخوان المقيمين، تعرف عليك. محسن أحمد مرمس. حياك الله أخوي محسن. الله يحفظك إن شاء الله. نبارك لك بشهر رمضان المبارك. علينا وعليك إن شاء الله. كلمتك أخوي محسن لأخواننا الصائمين. الله أخواننا الصائمين يكثروا في رمضان بالصيام، يعني بالاستغفار وقراءة القرآن وختامة القرآن، ويتجنبوا المسلسلات مثل الشاشة يعني والتسوق والسهر. إن شاء الله خير، إن شاء الله أن يوفقهم في صيامهم وفي قيامهم وفي صلاتهم إن شاء الله. كلمة أخيرة. أنا نشكر هذا البرنامج على هذا التطوع، التطوع للمسلمين بإنشان شهر رمضان الكريم، ويعود إن شاء الله علينا رمضان بالصحة والسلامة. نشكرك ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. آمين إن شاء الله. جزاك الله خير. الله خلاص. معنا أحد الأخوان المقيمين، نتعرف عليك. معك المهندس حسن إبراهيم. حياك الله بشمهندس. حياك الله. نبارك لك بشهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير جميعا، ربنا يتقبل منا ومن الجميع. اللهم امين. نبي منك كلمه لاخواننا الصائمين توصيهم فيها. هي الحقيقه توصيه لجميع المسلمين، تقوى الله سبحانه وتعالى. الصيام بيزيد التقوى كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فربنا يرزقنا التقوى ويزيدنا من التقوى سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. ظواهر تنتشر في رمضان وترى انها ظواهر سيئه تكثر في رمضان. الحقيقة من أهم الظواهر السيئة في بيوتنا جميعا يعني هي السهر طول الليل والنوم طول النهار وتضيع الصلاة، يعني ده شيء يعني محزن الحقيقة، خصوصا مع الأولاد والشباب، لأنه الصلاة أهم مقدرة عن الصيام، يعني ترتيب بني الإسلام على خمس، فيجب أن نهتم بالصلاة مع الصيام. بارك الله فيك. نصيحتك للشباب. الحقيقة نصيحة للشباب هي برضو طبعا بجيها من مع أولادي في الجامعة وفي الثانوية، هي تعهد القرآن. يعني القرآن حتى في رمضان لا نتعهده، وكان يحكى عن الصحابة أنهم كانوا يتركوا كل شيء يعكفوا على قراءة القرآن وتدبر القرآن. المدخنين ماذا تقول لهم؟ الحقيقة المدخنين هي فرصة ذهبية الحقيقة، لأن احنا بنترك الحلال كما أمرنا الله، فيجب علينا أن نترك الحرام يعني من باب أولى. إذا كنا نترك الطعام والشراب وهو ربنا أحله، فيجب علينا أن احنا نترك الدخان من باب أولى وهو الحرام، وربنا يعافي الجميع المسلمين من ذلك يعني. اللهم آمين. كلمة أخيرة. جزاكم الله خيرا، وكان شيء مش متوقع أن أنا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. تقبل الله منكم. شكرا لك. كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. معنا أحد الأخوان، تعرف عليك. علي سعيد الزراني. حياك الله يا أخوي علي. أهلا وسهلا. نبارك لك بشهر رمضان المبارك. الله يبارك فيك، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. أخوي علي، نبي منك كلمة لأخواننا الصائمين توصيهم فيها، ماذا تقول؟ والله المحافظة على الصيام وعلى الصلاة وقراءة القرآن صلة الأرحام، نسأل الله أن يتمم لهم هذا الشهر على خير وأن يجعلهم العايدين إن شاء الله تعالى. آمين. ظواهر تنتشر في رمضان وترى أنها سيئة. والله السهر طبعاً بيكون في غير تلاوة وفي غير طاعة،
المفروض الإنسان يقضي هذا السهر في قراءة القرآن وفي القيام آخر الليل إن شاء الله تعالى لما يحبه ويرضاه، والدعاء للمسلمين والمسلمات وإخواننا المجاهدين في كل مكان. نصيحتك للمدخنين؟ والله فرصتهم الآن، فرصتهم الآن للإقلاع عن التدخين، لأن التدخين ظاهرة سيئة واستنزاف للأموال وللصحة في نفس الوقت. وكلمة توجهها للشباب وهم يعيشون الآن في إجازة وأولياء أمورهم أيضا؟ والله فرصتهم الآن، لأن الفراغ هذا استغلال الوقت سلاح ذو حدين، إما أن يستخدموا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي صلة الأرحام، وإما أن يكون في أشياء لا تعود له بالفائدة ولا للمجتمع في نفس الوقت. كلمة أخيرة نقول نتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم بخير. احنا نتمنى لك التوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام وفي صالح. آمين يا رب. شكرا لك أخوي علي. معنا أحد الأخوان، تعرف عليك؟ ناصر السيد. حياك الله أخي ناصر. الله يحييك. نبارك لك بشهر رمضان. علينا وعليك إن شاء الله. كلمة توجهها لأخواننا الصائمين. والله شهر رمضان شهر مبارك على الكل إن شاء الله، ونتمنى من الله الأخوان الشباب والأهل وكلهم ما يقصرون بالصلاة والصيام وصلة الأرحام، خير كبير بالرمضان برضه. مبروك عليهم الشهر كله إن شاء الله، والله يتمم على خير إن شاء الله. ظواهر تنتشر في رمضان وترى أنها سيئة؟ والله كثيرة، يعني فيها مثل إيش؟ الأسواق هذه كثير فيها كثير ما يجي سيء وصالح، وكل واحد يعف النظر حقه يعف. نسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله. كلمة أخيرة؟ والله نشكركم على الاستضافة هذه على البرنامج هذا إن شاء الله، ونتمنى لكم الخير. وإحنا نشكرك ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. منا منك يا رب. شكرا لك. مرحبتين. معنا أحد الأخوان، تعرف عليك؟ ريان محمد الحداد. حياك الله أخوي ريان. سلام. نبارك لك في شهر رمضان المبارك. علينا وعليك. بارك علينا وعليك. كلمة لإخواننا الصائمين. حفاظ طبعا على صلاة التراويح وفي المسجد، قراءة القرآن بدل مشاهدة المسلسلات اللي أحس إن ما لها داعي وما لها هدف. الحفاظ على صلة الأرحام، إنه هذا يعتبر شيء مهم رمضان حق لما شمل العائلة ومن هذه الأمور. أنت موظف ولا تدرس؟ أنا الحمد لله الحين طالب جامعي. طالب الآن في إجازة. إجازة. كيف تقضي وقت الإجازة الآن؟ والله شوف الحين أتكلم عن نفسي، مع إنه كأس العالم وكذا أحاول إني أصلي تراويح وكذا وأخلصها، نتفرج مباراة، بعد المباراة نقعد مع العائلة. مع العائلة كريمة. نصيحتك للشباب اللي الآن هم في إجازة لاستثمار أوقاتهم؟ والله مفروض انا انه الشركه يعني تعمل خيري وكذا، بس ما قدرت يعني ما توفقت، فانا انصحهم ان يشاركوا في هذه الاعمال الخيريه، لانه بالنسبه لي بالنسبه نشوف هذه فائده للمجتمع، وانهم يشغلوا انفسهم في ما يفيدهم. ايوه. وابتعاد عن الاشياء اللي تعيق، يعني تعيق المجتمع وتعيقهم بشكل عام. كلمه اخيره. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله الله يوفقنا ويوفق الجميع ويغفر للمسلمين كلهم الجميع ان شاء الله. شكرا لك. شكرا، نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. شكرا. معنا احد الاخوان، تعرف عليك؟ محمد الحمدي من الرياض. حياك الله اخوي محمد. الله يحييك. نبارك لك بشهر رمضان المبارك. الله يعيد علينا وعليكم اعوام عديده ان شاء الله. اخوي محمد، كلمه لاخواننا الصائمين توصيهم فيها. والله أوصيهم يعني بتقوى الله في أيام رمضان يعني وغير أيام رمضان، مراجعة القرآن في الأيام هذه يستغلوها، المحافظة على الصلوات في رمضان وفي الأيام يعني اللي غير رمضان، لأن أشوف الناس يكثروا أيام رمضان في المساجد، أول ما يخلص رمضان تشوف المساجد فاضية وكذا، فودي أنهم يحافظوا على الصلوات مراجعة القرآن الإجازة. يعني كل واحد يهتم فيها بدورات، في أشياء كثيرة الحين الحمد لله موفرة عندنا في المملكة الحمد لله. ظواهر تنتشر في رمضان وترى أنها ظاهر سيئة للأسف. عندك السهر أتوقع هو أكثر شيء، يعني يجي يسهر، صلي الفجر، نوم إلى العصر أتوقع أو إلى بعد العصر، ضيع الصلوات. بعض أتوقع مسلسلات تكثر في رمضان بعد، تكثر وفي أشياء يعني ما تنفع في رمضان. وبس هذا. كلمة للشباب وهم الآن في إجازة. إجازة أنهم يعني يستغلوها، يدخل دورات، مثلا اللي عنده يبي دورات إنجليزي عنده يتعلم إنجليزي، في دورات بعد تطور
يعني تطور معنوي، تطور اللغات مثل ما قلت لغات الإنجليزية وغيرها. هذه كلمة أخيرة. زي ما قلت أول، نوصل أخوان يعني بالصلاة في رمضان وغيرها، والله يكتب لنا ولكم الأجر إن شاء الله. عيد رمضان علينا وعلينا أعوام عديدة إن شاء الله. شكرا لك، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. آمين. شكرا لك أخي محمد. العفو، الله يعطيك العافية. تعرف عليك محمد محمود. حياك الله أخي محمد. الله يحييك. نبارك لك بشهر رمضان المبارك. الله يبارك فيك ويبارك على جميع الأمة المسلمين إن شاء الله. كلمة أخوي محمد لإخواننا الصائمين توصيهم فيها. نوصيهم إن شاء الله يتقبل منهم دي أول حاجة، وإن شاء الله يكونوا في طاعات أكثر من التلاهي الموجودة في مجتمعنا حاليا في عصرنا الحالي. يكونوا قد ما يقدروا يكسبوها في الطاعات، قراءة القرآن، في كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكونوا جدين في عباداتهم شوية خاصة في شهر رمضان الكريم. ظواهر تنتشر في رمضان وترى أنها سيئة للأسف. ظواهر سيئة طبعا لا جديد في متابعة المسلسلات، وصادفنا العام هذا بدخول مباريات كأس العالم، ولهت كثير من الشباب في مشاهدة المباريات في أوقات البعث هذه التراويح، يعني كان السبب كثير إنه هم التهوا في المشاهدة. ومن ضمنها طبعا عارفين إنه هي المسلسلات كان شيء أكبر متابعتها. كلمة الأخوان المدخنين تنصحهم فيها؟ والله المدخنين احنا ننصحهم دائما، مو بس في رمضان، بس ان في رمضان فرصه. والله هي طبعا كان اختبار انه يقلع عن التدخين ويبعد عن التدخين، بالاخير هي مضره لصحته ذا اولا، ومضره لماله ومضره لحياته. ان شاء الله انه هو يكون انجز رمضان، انه هو يكون مقلع عنه وما يرجع له باذن الله. كلمه اخيره. اخيره ان شاء الله يتقبل مننا ومنكم ان شاء الله صيام وطاعات، وكل سنة طيبين وانت طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صيام القيام وصالح الأعمال. شكرا لك محمد. شكرا لك. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.